قدروش يعملوا الكلام ده الفترة اللي فاتت. نصيحتي ليه عشان يقدروا يحققوا الرتبة دي. المايك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت السلام عليكم وبركاته. تمام الصوت زي الفل. كوش كريم، طبعا انا سعيدة جدا 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 بان النهاردة انت اللي بتكرمني وانه اتكلم معاك وانك انت اللي تقدمني. ده طبعا يعني شيء اسعدني جدا جدا، وانه يكون من خلالك. واصلا لما بشوفك في اي ايفنت او اي اوفلاين او بتديني طاقة بصراحة، اقول لك ما شاء الله طاقة. طيب اللي ما يعرفنيش، انا امال الشرقاوي مهندسة كيميائية. ابتديت البيزنس ده بعد كتير سنين، بعد 20 سنة كموظفة، واشتغلت وأنا كل شغف وكل إيجابية وكل طاقة لما بديت اشتغلت فيه. لما بدأت أجرب وأسمع كلام الكوتش بتاعي وأمسك الورقة والقلم وأتبع الخطوات اللي هو بيديهالي، كنت انتقاد تماما. دي نصيحة اللي فعلا بقدمها لكل حد، لازم تكون انتقاد وتفضي كعسك زي ما بيقولوا الكوتش بتاعك. انا بشتغل مع الكوتش محمود عياد، وصراحة هو يعني بيمهد لي كل الخطوات اللي بيه انا اكبر واعلى. طبعا المجال ده مجال رائع جدا، لقيت فيه طاقتي ولقيت فيه حاجات جميلة او يعني مجال كلنا بنحب بعض فيه، كلنا بنساعد بعض، كلنا بننجح مع بعض. ده شيء بيديني إيجابية وبيديني شغف جامد، وبحس ان احنا كعيلة بنشتغل مع بعض. بحس ان احنا كعيلة قلبنا على قلب بعض. قد ايه نفسي الفريق بتاعي يكبر ويعمل نجاحات كبيرة ويوصل. انا في مكاني ده عايزة اتكلم في 3 نقاط. انا مش عارف الصوت تمام والامور تمام ولا ايه، بس احنا عشان الوقت يعني عايز بسرعه شديده جدا. اول حاجه هتكلم عليها الاهتمام. nothing important unless you make it important. مفيش حاجه مهمه غير اللي احنا بنهتم بيها. هنهتم بالبيزنس بتاعنا ونديله ساعتين كل يوم، هيكبر وهيصبح عاده من عاداتنا، وهيبقى خلاص بيجري بدمنا، خلاص بنمارسه طبيعي جدا. تاني نقطة بتكلم عليها مسألة الرفض. مسألة انه اي حد يتعرض للرفض او اي حد يرفض العرض بتاعه او يرفض الفرصة، دي ما بتقللش منك او منك خالص، بالعكس